صباح النور سارة قصير. صباح النور لإلك، كيفك؟ شو هالرواج والشهرة والمحبة؟ هي الشهرة ولا محبة ما بتسوى؟ كل شيء من القلب اللي عم توصل لك على مواقع التواصل. كل شيء من القلب إن شاء الله بيوصل للكل. ما أنت المرة الماضية قلتي بتحكي من صمصوم قلبي، كثير حبيت طلعت صمصوم. عفوية الكلمة. لو بيعرفوا شو يعني صمصوم. اليوم الأجواء كوميدية شوي أكثر. شوي فيها نكتة وبنفس الوقت فيها حكمة وعبرة. ما في شك، خبرينا. الحكاية هيدي اللي أحكي لكم إياها اليوم كمان حكت لي إياها ستة أم قاسم. ويا ريتني انتبهت وجبت معي صورة لفرجيكن على ستة. إن شاء الله المرة الجاية إذا حكيت حكاية من حكاياتها بدي أعرض صورتها. وجهها كله بركة؟ كله بركة وحكاوتية بالفطرة، هيك بنفس الحركة. يعني أنت بالدم. أنا ورتنتها من حكاوتية. الحكاية اللي حأحكي لكم إياها إذن من حكايات ستة أم قاسم، والحكاية بتقول إنه كان في شاب طيب آدمي منيح تزوج صبية، وكان هيدا الشاب وحيد عند أمه. فأكيد وحتما وبعاداتنا وأخلاقنا وتقاليدنا الشاب ما رح يترك أمه تعيش لوحدها، فعيشها معه بالبيت. والزوجة كانت راضية وهي موافقة من الأول. يوم اثنين ثلاثة بلشت الكنة تنقور تعمل مشاكل كذا، أمك عملت، أمك ساوت، أمك حكيت، أمك اتطلعت. آخر شي ضج الحال وقالت له يا أنا يا أمك بالبيت. وحدي الله يا مرة، هاي أمي ما بيجوز، كيف هالحكي؟ سمعت الحكي أمه، قالت له يا ابني أنا برضاش إنك تكون زعلان ولا متخانق مع مرتك، خلص بترك البيت. قالت له خدني عشي محل وأنا بدبر أموري. قام عبيلة سرة أكل. هو عم بيعبيلة سرة الأكل، الكنة كانت عم بتحط شوي شوي شوي، يعني أنجأ طلعت سرة الأكل هالقد، وحملها وأخذها على كهف حده، تركها ودموعه على خده. قالت له يا ابني روح روح تهكلش هم الله بيسر. قعدت هيك أول يوم تاني يوم، وإذ بيمرق من حدا شاب بقول لها يا حجة عوافة. قالت له أهلا يا ابني. قال لها عندك أكل الطعمينة؟ قلت له ولو خيرات الله. فتحت هالسرة شو ما عندها طعمته. عندك مي تسقيني؟ قلت له ولو خيرات الله شو ما عندها عطته. قال لها روحي كل شي تضقري وتمسكي يصير أخضر، وكل ما تحكي ينزل من تمك ليرة ذهب. يه شو هالحكي؟ وفجأة اختفى الشاب، طلعت يمين طلعت شمال ما لقته للشاب، ظهرت لبرا عم بتعيط له، وإيش صارت الليرات تنزل من تمه؟ والله طلع كلامه صحيح، وكل ما تنطق حرف ينزل ذهب من تمه. تمرق ايده على الارض، الارض يصير عشب اخضر، تمرق ايده هيك يطلع الثمر والشجر، وصار حواليها جنه. بعد يومين ثلاثه جاي ابنها عم بيطل عليها وحزين ومتضايق على امه، طلع هيك ما عرف المكان. قال انا تركتك بكهف لوحدك، حواليك ما في شيء، كيف صار هيك؟ طلع بالكهف لقى الكهف مليان دهب، جبل دهب. وحكت له شو صار معه. بسرعة قال له لم غراضك وامشي رجعي معي على البيت. لم هالدهبيات وأخذ أمه ورجع على البيت. هلأ الكنة وقت شافت الدهب غيرت رأيها، حبيبتي يا مرت عمي، أهلا فيكي يا حماتي، يا عيوني أنت. دللتها وقعدتها بالبيت. بس الغيرة بس تشتغل والنفسية العاطلة بس تشتغل، ما رضيت. قالت له إنه أمك أحسن من أمي؟ لا، بدك تاخد أمي على نفس الكهف اللي أخدت عليه أمك. قال له بأمرك. حطت لها سرة، مش سرة، سرة، سرة. عبت لها أكل وشرب وكل شي بتحتاجه، بكفوها على شهرين. وراحي أخدت أمها على الكهف ووسطها، قالت لها هيك هيك حيصير معك. قعدت ايه، قعدوني بالكهف لوحدي ايه، لك ملا قعدي قعديني اياها، تركيني لوحدي بين الذئاب والضعاب والضعاب ضباع وتنقت نقت نقت نق على وجه كشر ما بينشاف. ومرق الشاب طلع فيها قال لها عوافي يا حجة، عندك شي طعمي؟ عندي شي طعميك ياه؟ روح تركوني هون
لا جابوا لي اكل ولا حطوا لي نقطه. قالت له انا عندي مي. روح يا عمي روح ناقصني انت. وسدت وجب وجه وكل الاكل اللي معه ما طعمته لقمه ولا شربته نقطه مي. قال له روحي كل شي بتلمسيه بصير يابس واسود وكل ما تحكي ينزل من تمك مدقه خشب. وعلى روايه ثانيه ينزل من تمك عقربه. بس خلينا على مدقه خشب اسلم. قالت له روح روح من وجهي واختفى الشب. وهي وعم بتقول روح روح من وجهي نزلت اول دقماقه دقماقه مدقه الخشب اللي بدقوا فيها الزيتون. اول دقماقه ثاني دقماقه ثالث دقماقه وصارت تصرخ يا ويلي شو عم بصير معي. وظهرت لبرا شو ما تلمس الشجر الاخضر صار يابس واسود. واجا زوج بنتها سهره بده يطلع عليها طلع هيك لقى الحقل الاخضر صار يابس. فات على الكهف لقى كوم الدقميق خشب. قال له شو صاير معك يا مرت عم بتقلقه ويدق خشب وينزل دقه خشب. شو عملت فيه؟ حملها وترك مدقات الخشب ورجع على بيته. وقال له لمرته روحي انت وامك على البيت. الوجوه النكده والنفوس المش طيبه النفوس اللئيمه اللي ما عندها طيبه ومسير حلو ولسان طيب مع الناس ومعشر طيب مع الناس ومسايره بديش اياها ببيتي. روحي انت وامك الله معك نحن وانتو مش من توب واحد. هيدي حكايتي حكيتها عندك. يسلم تمك ويسلم تم ام قاسم. الله يسلمك. هاي الخبريه واضح انها جايه من نيه طيبه حسب نواياهم ترزقون. صحيح. والنق بيجيب النق والايجابيه بتجيب الايجابيه. دائما امي بتقول لي النق بيقطع الرزق. فعلا اللي بنق وبشوف الامور كلها سودة وما بدي وانا ما معي ويا ويلي وبضل يبكي على حاله صدقا بينقطع رزقه. كان مكتب له شيء ما عاد حينكتب له شيء. حكينا المره الماضيه على الحمد لله. بدنا نقول الحمد لله على كل شيء. دائما ابدا الحمد لله هي نقيض النق. شكرا لك. الحمد لله على وجودك بيناتنا دائما. وانت ان شاء الله بكره بس انا سالتك تحت الهواء اذا مزوج قلت لي لا. بس بدك تتزوج ما تنسى هيدي القاعده نقل الحما والبنت. نقل الحما قبل البنت او البنت قبل الحما. قبل البنت طبعا. شكرا لك ساره بتنورينا حتى بالكوميديا عندك عبره عميقه جدا. شكرا. ونحن بانتظارك بخبريه جديده. شكرا. طالما رمضان مكمل وكريم عليكي وعلى مشاهدينا. فاصل